قدم شيوخ وجهاء العشائر في مدينة تكريت درعاً وعباءة عربية لمدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في صلاح الدين، تثميناً للجهود الكبيرة التي يبذلها لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي في المحافظة. وأكد شيوخ العشائر دعمهم لعمل الأجهزة الأمنية والوقوف معها لمنع الإرهاب من تعكير أجواء الأمن والسلام الذي يعم مدن صلاح الدين. احنا كوفد من محافظة صلاح الدين ومن مركز مدينة تكريت قمنا بزيارة إلى مديرية الاستخبارات لنشكر السيد مدير الاستخبارات والمديرية بكاملها على الإنجازات التي اطلعوا عليها مديرية شؤون عشائر تكريت وسيد عميد عبد وشيوخ مدينة تكريت، جاءوا لقدموا الشكر والتقدير والاحترام إلى مديرية الاستخبارات بقيادة اللواء أحمد الزرقاني والعقيد السيد العقيد أحمد وكل مديرية الاستخبارات، نشكرهم باسم شيوخ ووجهاء ومثقفي مدينة تكريت. اليوم أقدمنا وحملنا المسؤولية إلى السيد مدير الاستخبارات اللواء الحقوقي أحمد الزرقاني المحترم، لأجل أن تسير السفينة باتجاه رفع العراق وتعمير العراق وعزة الشعب العراقي وقطع أي تحاول العبث بأمن العراق العزيز. اليوم المواطن والشيخ والمرأة والطفل فهو منتبه لما عبثوا به الأعداء العراق وأعداء الإسلام الدواعش الأنجاس يلعنهم التاريخ. اليوم يجب أنه المواطن العراقي يتعظ من ما مر به في عام 2014 عندما كان التهجير المشؤوم واحتلال محافظاتنا العزيزة وانهيار البنية التحتية ونهب الثروات ونهب الأموال وقتل الرجال والاعتداء على النساء. اليوم أي مواطن عراقي شريف سواء كان شيخ أو مواطن بسيط أو قائد يجب أنه يثني على انتصارات الجيش والشرطة والحشد الشعبي المقدس بما قدموا إلى شعبهم من تضحيات